الفتنة نائمة فمن أيقظها؟ إلى واجهة الأحداث اليومية في محافظة الجوف عادت الثارات القبلية من جديد بعد أن توقفت خلال الأعوام القليلة الماضية من بسط نفوذ سلطات الشرعية على الأرض. الاستقرار الأمني وحركة الحياة الطبيعية يتحدث السكان هنا ويجدونها فرصة للمقارنة بين عقود طويلة عاشتها الجوف في دوائر الثأر والاقتتال الأهلي وما لمسته المحافظة مؤخرا من استقرار أمني. بدأ الثار الآن من جديد، بدأ الثارات تظهر في الأسابيع هذه الأخيرة، في الشهر الأخير عدة ثارات لها من عشرات السنين وبدأوا يثيروها من جديد. اغتيال الشيخ القبلي علي صالح شريان أحد وجهاء المحافظة وسط مدينة الحزم يوم أمس الأول ليست بالجريمة الأولى ولا بالأخيرة، فقد سبقتها خلال أسبوع جريمة مماثلة قتل فيها 4 مواطنين على خلفية ثأر قبلي في أطراف المدينة، الأمر الذي أثار مخاوف المواطنين لا سيما في ظل غياب الأجهزة الأمنية ودورها المفترض تجاه هذه الجرائم المتكررة في الآونة الأخيرة. الأجهزة الأمنية يعني مقصرين في عملهم لا أبعد حد، والجرائم يعني بتقع والقتل والتجريد هذا هو يعني ما يرضاش ينقلك انقاذ وقت بيشوف القضية بنك. اختلالات أمنية وعودة غير متوقعة لمسلسل الثارات القبلية، هكذا يبدو الوضع في محافظة الجوف فيما الأجهزة الأمنية تبرر غياب دورها لأسباب كثيرة وتكتفي باتهام ميليشيات الحوثي بإحياء هذه الظاهرة الخطيرة في المجتمع والعمل على تغذية أطرافها على الأرض في خطوة تهدف إلى زعزعة الاستقرار والإخلال بالحياة والسكينة العامة. استغل الحوثة بعض عناصرها إثارة الفتن داخلها نظرا للعمليات العسكرية التي قامت في جبهتها، في جبهة المصلوب وغيرها، فنشوف أن كل القضايا أو أكثر القضايا الثارة التي قامت من هذا الطرف. ثمة من يريد إذن إحياء الصراعات القبلية وإعادتها من جديد إلى واقع الحياة اليومية في الجوف، ما ينذر بتحولات كارثية قد تشهدها المحافظة على المستويين الأمني والمعيشي خلال الفترة القادمة. ليبقى السؤال الأهم والأكثر إقلاقا للسكان، هل تنجو المحافظة من هذا الكابوس المخيف أم أنها ستغرق من جديد في أتون الاحتراب والثارات القبلية؟ علي الجرادي، قناة بلقيس، الجوف.